في قبضة رجال الأمن. مواطن قام بالتحرش بفتاة في أحد المتنزهات. تم القبض. مقيم من الجنسية المصرية قام بالتحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. تم القبض. 29 مواطنا ظهروا عبر مقطع فيديو وهم يضايقون المارة برمي عبوات بلاستيكية عليهم. تم القبض. مواطنة ظهرت عبر مقطع فيديو وهي تطلق النار من سلاح من نوع مسدس وتوثيق ذلك من قبل مواطن ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. تم القبض. 3 مواطنين من أرباب السوابق قاموا بالاعتداء على مواطن بالطعن والسلب تحت تهديد السلاح. تم القبض. مواطن يسيء لسكان إحدى المناطق ونشره ذلك على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي. تم القبض. مواطنان ظهرا عبر مقطع فيديو في مشاجرة في أحد الأماكن العامة نتيجة خلاف سابق بينهما. تم القبض. مقيم من الجنسية اليمنية حاول دهس رجل أمن أثناء تنظيم حركة السير في أحد الطرق الرئيسة. تم القبض. 7 مواطنين ظهروا عبر مقطع فيديو في مشاجرة جماعية في أحد الطرق الرئيسة. تم القبض.